من المعروف دكتور أن الأبحاث البيولوجية الوراثية تعود إلى عام 1960. يا ترى مين أول من بدأ بذلك؟ في الحقيقة أول من بدأ ذلك العالم بابوسكي وزملائه، حيث قاموا بإنتاج جرذان وضفادع أفريقية بطريقة. صار لي 3 أيام عم بسمع عن هذا الاستخار وما عم بفهم شيء. استنساخ يا نعيمة، استنساخ يلي هو. وأنا كمان والله ما عم بفهم شيء رامي. بسيطة كتير، كل الموضوع هو عبارة عن توليد الـ DNA حامل معلومات الوراثية باستخدام انزيمات التحديد. يعطيك العافية، هلأ فهمت. أو بعد ما بيولدوا عامل الـ DNA بيربطوه بعامل البلازميدات أو الكوزميدات أو الغازميدات. ايه قوم أحسن ما أنسخك، قوم خلونا ناكلنا شي بيتزاي بلا العلاك الفاضي. ياي فكرة بتجنن، لو ينسخوا منك شي 10 يا مازن. ولي نحن بواحد مو مخلصين. دخيلك يصحلك. ومثل ما بتعرفي يا نعيمي انه كل خليه بجسم الانسان او الحيوان او النبات تحتوي جميع الصفات الوراثيه، لذلك عامل الدي الحقهم هلا بتروح عليك البيتزا، وانا ما بدي افهم شو يعني استنساخ. استنساخ؟ واو زبطت.